السودان يعلن تمسكه بأراضيه التي استردها بمنطقة الفشقة. مجلس الوزراء يطمئن على توفير الوقود. وزير الاستثمار يعلن بدء إجراءات تحفيزية. السودان يعلن تمسكه بأراضيه التي استردها بمنطقة الفشقة. مجلس الشركاء يضع موجهات عامة للحكومة الانتقالية الثانية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أحداث السودان من قناة سودانية 24، حيث أكدت الخارجية أن الجيش السوداني لن يتراجع عن أي نقطة من النقاط التي استردها بمنطقة الفشقة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد في تصريحات تلفزيونية، قال إن انتشار الجيش السوداني في الشريط الحدودي مشروع ومسنود بالقوانين والأعراف الدولية. وأكد بولاد أن انتشار الجيش قرار نهائي ولا رجعة فيه، ولا يوجد سبب للانسحاب عن أرضه. ونفى منصور وجود أي حديث عن وساطة بين السودان وإثيوبيا في هذه المرحلة، مطالبا أديس أبابا بالانسحاب عن بقية الأراضي السودانية التي ما تزال قواتها موجودة بها. وقال إن موقف السودان حول سد النهضة هو المطالبة بتطوير عملية التفاوض وتقديم أطروحات تراعي مصالح الدول الثلاث حتى لا تتأثر سلبا بما تقوم به إثيوبيا فيما يلي سد النهضة. قررت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو رفع جلساتها إلى 9 من الشهر المقبل. وكانت جلسة اليوم مخصصة لسماع إفادة نافع علي نافع المتهم بالمشاركة في انقلاب 30 يونيو، لكن قاضي المحكمة إشارة إلى أن نافع علي نافع مصاب بفيروس كورونا، وأضاف إن المحكمة قررت رفع الجلسة للفترة الزمنية المحددة للاحترازات الصحية. وفي منح آخر، قرر قاضي المحكمة منع حضور جلسات المحكمة لغير المترافعين، وسبب القاضي قراره بعدم التزام الحضور بالهدوء. قالت النيابة العامة بولاية شمال كردفان إنها حريصة على تحقيق العدالة ومحاكمة الجنات وفق أسس ومبادئ بالعدالة الدولية وسعيها لإنفاذ القانون. أكد رئيس النيابة العامة بشمال كردفان صالح حسين محمود استقلالية النيابة في أداء مهامها والاطلاع بدورها كاملا وبهنية وشفافية، وأبان أن هذه المعايير ظهرت في إجراءات التحري في بلاغ مجزرة الأبيض. وأضاف إن خير دليل على ذلك هو تقديم مذكرة الادعاء الاستقلالية في المحاكمة من قبل النائب العام. وحددت محكمة مجزرة الأبيض يومي 18 و22 من الشهر المقبل موعدا لمواصلة محاكمة المتهمين في هذه القضية. طلبت النيابة العامة 10 أشخاص بتسليم أنفسهم إلى أقرب مركز شرطة في غضون أسبوع. ويأتي الإعلان بالنشر من قبل النيابة للمذكورين بتهمة ضلوعهم في مقتل عدد من الطلاب في معسكر للتدريب العسكري بمنطقة العلفون عام 1998، فيما بات يعرف بمجزرة العلفون. ومن بين المطلوبين المنسق العام للخدمة الإلزامية في ذلك الوقت. ودعت لجنة التحقيق أسر الضحايا والمفقودين في أحداث العلفون للحضور أمام اللجنة لإجراء فحص البصمة الوراثية للتعرف على الضحايا الذين عثر على رفاتهم خلال عملية النبش. اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية على مواجهات عامة لتكون إطارا للحكومة الانتقالية الثانية. صرح بذلك الناطق الرسمي باسم مجلس الشركاء مريم الصادق دون أن تخوض في تفاصيل الموجهات. وأضافت مريم الصادق إن هذه الموجهات ستصاغ على
برامج للحكومة يتم تنفيذها تحت قيادة وإشراف رئيس الوزراء. وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية اجتماعه الثامن برئاسة البرهان، وناقش محاور الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية بصورة تفصيلية. وقالت الناطق الرسمي باسم المجلس إن الاجتماع شرع في مناقشة تقرير لجنة التحديد وتصنيف الولايات التي حددت المعايير وصنفت بموجبها الولايات، بجانب تسمية ولايات السلام والتوصيات بشأن معايير اختيار الولايات. قال عضو المجلس السياسي رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر إن قوات حركته مستعدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق السلام. جاء ذلك خلال مراسم استقبال الذي نظمته حكومة ولجنة أمن ولاية شمال دارفور برئاسة الوالي محمد حسن عربي لقوات الحركة التي وصلت الفاشر من مناطق ارتكازها بالأجزاء الشمالية للولاية. أضاف حجر إن رحلاتهم إلى محليات ومناطق ولاية دارفور لم تكتمل بعد، وتم قطعها من أجل أن تتوجه القوات إلى الخرطوم للبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية، ومن ثم ستعود الحركة لمواصلة الرحلة إلى ولاية دارفور لحشد التأييد لاتفاق السلام. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم اللواء الدكتور محمد خليل الصائم. مرحبا سعادة اللواء، أهلا بك ومساء النور. وبداية، اتفاق السلام حوى ملف الترتيبات الأمنية، كيف تكون البداية باعتقادك لتطبيق مثل هذا الملف؟ سعادة اللواء أهلا بك، مساء النور. سعادة اللواء دكتور محمد خليل، مساء النور عليك. أهلا وسهلا حبابكم. مساء النور، أنت الآن معنا على الهواء مباشرة، أهلا بك. وكنت قد سألتك عن أن بداية اتفاق السلام حوى ملفات للترتيبات الأمنية، كيف تكون البداية عادة لتطبيق مثل هذا الملف؟ سعادة اللواء هل تسمعني؟ اي نعم اسمعك. أرجو جيدا تستمع الي من سماعة الهاتف. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. الو الو تفضل اسمعك جيدا تفضل. بقول لك البداية هي بداية هذا الاتفاق للسلام، وهذه هذه الترتيبات الأمنية التي يجب أن تساعد على تحول ديمقراطي، وذلك من خلال تحقيق السلام، والذي يأتي بهذه الترتيبات. هذه الترتيبات يجب أن يضع كان جدول زمني مصاحب لها عشان ما يحدث أي خلل في هذه الترتيبات أو خروقات. وفي بداية هذه الاتفاقية بدأت بوقف العدائيات، ثم بعد ذلك ترتيبات أمنية شاملة لتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وإعادة الدمج يتم عادة عبر لجان، ثم بعد ذلك إصلاح الأجهزة العسكرية الأمنية العسكرية والأمنية، وحتى فيها جهاز الأمن. نعم. طيب. بدت هذه الاتفاقية بداية غير موفقة، لم يتبع التسلسل الزمني المناسب، ولم تتبع الجداول الزمنية المناسبة لهذه الاتفاقية. نعم. ويجب أن تكون أن تتبع نظام محدد للوصول لما نصب إليه. طيب سعادة اللواء، ما الذي يمكن أن يؤثر عليه ما ذكرته أخيرا، مسألة عدم يعني اتباع نظام أو حتى الالتزام كذلك في التوقيت الزمني الموضوع؟ لو سمحت أكرر لي سؤالك.
يعني ما الذي يمكن أن يؤثر عليه مسألة عدم اتباع النظام أو البروتوكول الموضوع حتى على مستوى التوقيت الزمني؟ عدم اتباع النظام يؤثر على كل المكونات والأطراف. ألو؟ أسمعك. نعم أكمل. يؤثر على كل الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بأنه ما في مصداقية، وبتكون في عدم ثقة في تنفيذ هذه الاتفاقيات. طيب هل سيتم استيعاب كل المقاتلين في حالات الترتيبات الأمنية؟ في حالات الترتيبات الأمنية عادة وبتجارب كثيرة جدا جدا، ومن ضمنها تجربة اتفاقية السلام السودانية 1973 لميري وحركة أنيانيا، هذه وعدد من الدول، هذه الاتفاق لا يمكن أن يتم استيعاب كل القوات اللي كانت مشاركة في قوات الكفاح المسلحة شاركت في معارضتها للنظام السابق. نعم. بل سوف يكون هنالك حتى في إعادة الدمج والتسريح، بتبدأ بالتسريح ده بتختص به يعني مفوضية الدي دي آر، بتبدأ بالتسريح نزع السلاح وتسريح وإعادة الدمج، وإعادة الدمج عادة ممكن تتم في القوات العسكرية للمؤهلين حسب تأهيل القوات المسلحة وحسب ما يتطلبه القوات المسلحة. المؤهلين بيمشوا الأجهزة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى، ثم نعم. بعد ذلك يمكن أن يدمج بقية القوات في الخدمة المدنية، وممكن أن تخصص مشاريع زراعية أو خلافه للذين لا تنطبق عليهم المؤهلات. نعم، يعني يتم استيعاب القوات وفقا لمعايير توضع من قبل القوات المسلحة، يجب معايير التأهيل على الصعيد العسكري وحتى على الصعيد الاستراتيجي. نعم، يجب أن تتم على حسب المؤهلات اللي بتطلبها القوات المسلحة. ولكن أنا يعني الترتيبات الأمنية اطلعت عليها كويس جدا. الشروط بتاعة استيعاب القوات هي شروط عادية جدا جدا، ما فيها مؤهلات. إبن للضباط الشروط هي أن يجيد القراءة والكتابة، وأن لا يكون قد فصل من القوات المسلحة لجريمة سوء سلوك أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وهذا غير كافي أنا في اعتقادي في اتفاقية وقف العدائيات والترتيبات الأمنية الموقعة مسار دارفور. أنا أعني مسار دارفور في هذه الحالة، هذه يعني غير كافية لاستيعاب الضباط، كون يجيد قراءة وكتابة وأن لا يكون رفض من القوات المسلحة لجريمة مخلة بالشرف والأمان. نعم. طيب ما هي الجهة التي ستتولى تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية؟ الجهة التي تتولى ملف الترتيبات الأمنية هي لجنة عليا مشتركة للترتيبات الأمنية، مكونة حسب المادة 25531، مكونة من قائد عسكري ومن كل طرف، ثم 5 ضباط كبار من كل طرف، ومستشار قانوني، ومفوض للدي دي آر، ومفوض للشؤون الإنسانية، وممثل عن دولة الوساطة اللي هي جنوب السودان، وممثل أيضا عن دولة تشاد، وأيضا ممثل الاتحاد الأفريقي، ثم ممثل عن طرف ثالث يكون أممي من الطرفين الاثنين، يكون طرف أممي محايد، وبعد ذلك الرئاسة بتكون مشتركة دورية. نعم. دي الجهة المعنية، اللجنة العسكرية المشتركة العليا للترتيبات الأمنية حسب المادة 25.5.1، بتشكل بواسطة الطرفين. طيب هناك من كان يعتقد بأن المعايير التي يمكن أن يتم اختيار المقاتلين بها بأنه ليس بالضرورة أن تتجاوز حاجز أن يكون لهذا المقاتل عقيدة البندقية، مسألة القتال في حد ذاته، هل تتفق مع هذه الفرضية؟ لو سمحت أكرر سؤالك. هناك من كان يعتقد سعادة اللواء بأن واحد من أهم المعايير التي يجب اختيار بها المقاتل عقيدة البندقية في حد ذاتها. الآن عقيدة البندقية. نعم. ألو؟ نعم أسمعك جيدا، تفضل واصل. الآن عقيدة البندقية حسب تكوين الجيوش الحديثة ما عاد لها مكان كبير، يعني
الآن الجيوش في تطور كبير جدا جدا، وتحتاج للتأهيل وتحتاج للدراسات وتحتاج لأفراد ذوي خبرة وذوي ثقافة عالية بالأمور العسكرية. نعم، سألتك هذا المنطلق يعني ونحن في بداية حديثنا سعادة اللواء، كنا نتحدث بالعادة التي كانت تتبع في مسألة اختيار المقاتلين وما إلى ذلك، وذكرت قبل قليل الاتفاقية التي حدثت في وقت سابق ما بين نوميري وما بين كذلك حركة أنيانيا. أنيانيا في ذاك الوقت على ما أعتقد كانت مقسمة لأكثر من أكثر من حركة، أنيانيا 1 وأنيانيا 2 وما إلى ذلك. لا نعم، أنيانيا 1 هي الأنيانيا الأولى، هي القاومة في فترة العمل مع الاتفاقية جعفر نميري. أنيانيا 2 هي التي أتت بعد 83. أيوة، هي حركة واحدة، أنيانيا 1، وهي حركة كانت بدأت معظمها من الاستوائيين. معظم هذه الحركة، حركة الجنوبية السابقة اللي بدأت 55، معظمها من الاستوائيين وانضموا لها الدينكا في النهاية وبقية القبائل. والتجربة كانت تم استيعاب هؤلاء حسب لجان نزع سلاح، وتم استيعابهم على فترات مختلفة جدا جدا. من يعني أنا أذكر من 73 حتى 79 تم استيعاب الضباط في الجيش، حتى 79 تم استيعاب الضباط في الجيش، وتم إعدادهم بصورة جيدة بتأهيل في الكلية الحربية وفي مدرسة الضباط صفقة بيت، ولكن صاحبتها برضو بعض التشوهات في أنه عدد من الضباط كانوا لا يجيدوا القراءة والكتابة. نعم، بالطبع المعايير اختلفت منذ ذلك الوقت نسبة لتطور المجال العسكري وما إلى ذلك. نعم طبعا. طيب، شكرا جزيلا. المعايير الآن تتطلب مستوى عالي من التأهيل ومستوى عالي من التدريب و مستوى عالي من الثقافة العسكرية. نعم، شكرا جزيلا لك اللواء الدكتور محمد خليل الصائم، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. شكرا. تسلم والله. دعا القيادي بالحركة الشعبية قيادة عجار عمر الشيمي إلى الحوار باعتباره أفضل وسيلة لنيل الحقوق، وقال إن الحرب لا تجلب غير الخراب والدمار. ولدى مخاطبته لقاء تنويريا بالدمازين جدد مناشدته للقائدين الحلو وعبد الواحد محمد نور الانضمام إلى مسيرة السلام، ودعا مكونات الولاية كافة للقيام بأدوارها المتوقعة في إعمار النيل الأزرق، وأبان أن فاتورة الحرب كانت كبيرة ومن آثارها فقدان المواطنين لأبسط مقومات الحياة وتردي الخدمات بالولاية كافة. وأوضح أن اتفاقية سلام جوبا حملت الكثير من المشريات لمواطني الولاية، مطالبا بالعمل على نشر ثقافة السلام والمحافظة على النسيج الاجتماعي. قال الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونايتد تاميس فلوكر بيتس إن البعثة الأممية حريصة على مساندة حكومة الفترة الانتقالية ودعمها. وأشار خلال لقائه وزيرة الخارجية مريم الصادق أن دعم الفترة الانتقالية يعد المهمة الرئيسة للبعثة. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق حرص السودان على التعاون مع بعثة يونايتد تاميس لتحقيق الأهداف المشتركة. وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز وعي المجتمع السوداني فيما يخص دور منظمة الأمم المتحدة وبعثاتها في السودان والاستفادة من التجارب السابقة والذاكرة المؤسسية ليوناميد لضمان الاستفادة القصوى من دعم المنظمة وتمويلها. أطلقت تنسيقية لجان مقاومة بكلية دلال عنقرة بمدينة السلام بولاية جنوب دارفور مبادرة غصن الزيتون التي تهدف لبناء السلام والتعايش السلمي بين المكونات السكانية، بالإضافة إلى العديد من البرامج المضمنة في المبادرة. وأجمع المتحدثون في الاحتفال على أهمية إنزال اتفاق السلام على أرض الواقع وإعلاء قيم التسامح والإخاء، مناشدين عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان وعبد العزيز الحلو القدوم لإكمال حلقات السلام التي تنهي أزمات البلاد وتجعل السلام يمشي بين الناس. تعزيزا لمسيرة السلام والتعايش السلمي جاءت مبادرة غصن الزيتون التي أطلقتها لجان المقاومة بمنطقة بلبل دلال عنقرة،
والتي بدأت نشاطها بختان 110 طفل من الأيتام وأبناء الفقراء برعاية من قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور. مبادرة قصن الزيتون هي مبادرة أطلقتها تنسيقية لجان المقاومة بكلية دل الأنقرة بالتنسيق مع إخوتنا في الدعم السريع قطاع جنوب دارفور. قصدت التنسيقية من هذه المبادرة أن تخلق مساحة واسعة من الحوار المجتمعي، أن تخلق مساحة واسعة من التواصل ما بين الفرقان، ما بين القيال والجمالة، ما بين سكان الفرقان وسكان الدمر. أرادت منها أن تنزل السلام المجتمعي واقعا ملموسا يمشي بين الناس. وأنينا في بلبل دل العنقرة 36 قبيلة محافظين للسلام، أن هنا الفات ده كله نسينا وما دايرين تاني يعود، دارين السلام سلام سلام دارفور سلام، وكل السودان دارين سلام. الإدارة الأهلية بمحلية السلام أكدت دعمها لعملية السلام وأشارت إلى أن توفير الأمن وإنزال السلام على الأرض بدارفور ينعكس على استقرار البلاد. جاء السلام ونحن دعاة السلام ونحن مؤيدين السلام ونقيف مع السلام. وأنا من الناس المشي جوا، يعني مشيت جوا حضرت التوقيع، لكن داير أقول لأخواننا أولادنا الوقف والسلام، أرجو أن يكونوا لكل الناس، ما يميزوا الناس ما يفصلوا الناس، لأنه دارفور الآن تحتاج لفهم جديد، تحتاج لروح جديدة، تحتاج لوحدة، لأنه الآن السودان كله مضطرب، ودارفور معروفة جدا هي الكثافة السكانية العالية في السودان كلها في دارفور. إذن الأمان والسلام في دارفور وينصب في تأمين الأمان والسلام في السودان. أدوار متعاظمة ظلت تقوم بها قوات الدعم السريع في المجالات المختلفة، وها هي تشارك أهل بلبل في مبادرة قصن الزيتون. الكلام ده جابوا السلام، لأن يا جماعة بعد السلام دي الحاجات الممكن تنزل على أرض الواقع. عشان كده يا جماعة الدعم السريع ما كله هو شنو عملوا الحرب. الدعم السريع بتلقاه شيخ، الدعم السريع بتلقاه عمدة، الدعم السريع حل المشاكل في قرى الشجر. لذلك حرب تاني ما في. اي زول عايز السلام يمشي في هذا النمط، وكلنا نبدا بالسلام. نحن كدعم سريع نعلن نفسنا نحن خدام لاهل بلبل دل العقنقرة. السلام ده عنده ثمن، السلام ده فوقه صعاب شديد، لازم تتجاوز في حاجات تتجاوزها. نحن بنقول الزول لو لقي اخوه شاحن ابراهو يخليه يهدي يخط الكوره وطاه. أنا متأكد لما تلاقيه بغادي هو بيندم للكلام اللي قبل عمله. نبعد يا أخواننا الغبلية، نبعد الجهوية، نبعد الإسنية، ونحن بنشكر الناس اللي وقعوا السلام في جوبا، لأن أخواننا دي نتائج السلام. بقي يا أخواننا حريب ما في. نحن رسالتنا لعبد الواحد بنقول له يا عبد الواحد رسالة أهل بلبل دلال عنقرة يقول لك تعال الليلة قبل بكرة، لأن أنت لو ما محتاج لهم هم محتاجين لك. وبنوصي أيضا لأخونا عبد العزيز الحلو بنقول لك برضه رسالة أهلك أهل بلبل، نحن يا إخواننا ما توقفوا لنا السلام، نزلوا لنا السلام على أرض الواقع على أساس أن الشعب السوداني يعيش مثل هذه العيشة الطيبة اللي أنا شفتوها. تظاهرة اجتماعية شهدتها منطقة بلبل دل العنقرة بمناسبة تدشين مبادرة غصن الزيتون أعادت الأسهان إلى دارفور ما قبل الحرب، فالكل هنا ينشد إنزال السلام الذي تعود به دارفور إلى الزمن الجميل. حسن حامد، سوداني 24، منطقة بلبل دل العنقرة، محلية السلام، ولاية جنوب دارفور. أعلنت إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالخرطوم تسلم مستشفى الخرطوم للأورام جهازا متطورا لعلاج مرضى الأورام. وقال مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالخرطوم عماد مأمون عابدين إن هناك جهودا حثيثة لترقية العمل الطبي باستجلاب مزيد من الأجهزة المتطورة الحديثة التي تسهم في علاج مرضى السرطان. احتفلت وزارة الثقافة والإعلام باليوم العالمي للغات الأم بالتعاون مع مكتب يونسكو بالخرطوم. وأكد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد حرص الوزارة على الحفاظ على التراث واللغات، وأضاف إن السودان يتميز بتعدد اللغات واللهجات المحلية المختلفة، ومن حق كل إنسان التحدث باللغة التي يريد. وأشار إلى أن الوزارة تبذل كل جهدها للاحتفاظ باللغات الأم بمساعدة أهل الاختصاص، وأكد أهمية كتابة اللغات حتى تحفظ. من جانبه وعد الدكتور ممثل يونسكو بالخرطوم فيل روبيكين بتقديم الدعم للسودان للحفاظ على اللغات الأم.
مستعدة لتواصل في هذا المشوار وتوسع، ونرحب أيضا بإعلان الأمم المتحدة للعقد القادم للعشر سنوات القادمة باعتبارها عقد للغات الأم، لأنه ده بيسهل لنا يعني الحصول على الكثير من الدعم الفني الذي نحتاجه والمالي حتى نستطيع الحفاظ على اللغات. أعتقد أن السودان يعني واحدة من مميزاته هو ثراؤه باللغات، ويمكن لا يستطيع أي سوداني أن يحصي عدد اللغات واللهجات التي يتحدثها السودانيون، يعني حتى في داخل المجموعة الإثنية الواحدة والقبيلة الواحدة نجد أن ذات اللغة يتم التحدث بها بألسنة مختلفة وبكلمات مختلفة، وهناك تداخل بين هذه اللغات، وهناك تلاقح أيضا استوعبت هذه اللغات الكثير من الكلمات من لغات أخرى. نددت وزارة الخارجية بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق بدولة ليبيا، وعربت الوزارة في بيان لها عن ثقتها أن اجتماع الإرادة الليبية قادر على التصدي لكل محاولات التعويق ومتابعة العمل المخلص للعبور بدولة ليبيا الشقيقة إلى الأمن والاستقرار والازدهار. ودعت الوزارة في بيانها الأطراف الليبية المختلفة إلى الاحتكام إلى المصلحة العليا لبلدها الشقيق واتباع الوسائل السلمية في عملها السياسي وإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برامجها ووضع ليبيا وشعبها الشقيق في الموقع الذي يستحقونه إقليميا ودوليا. توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى، ويظهر الانخفاض في شمال غرب البلاد ويمتد إلى الأوساط لتسود أجواء باردة عند الليل والصباح ومعتدلة نهارا في تلك المناطق. أما في بقية أنحاء البلاد فتكون الأجواء باردة نسبيا ليلا وحتى ساعات الأولى من الصباح، ودافئة إلى حارة نسبيا خلال ساعات النهار. كما توقع التقرير أن تسود الرياح الشمالية والشمالية الغربية بسرعات متوسطة تنشط عند الليل وحتى الصباح الباكر، وتعمل على زيادة الإحساس ببرودة الأجواء في تلك المناطق وإثارة الرمال والأطربة في المناطق المكشوفة. وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة تبلغ 37 درجة مئوية، وأدنى درجة تبلغ 13 درجة مئوية، متوقعا أن تسجل ولاية الخرطوم 32 درجة مئوية عليا و17 درجة مئوية صغرى. بعد فاصل قصير نصطحبكم في جولة بالحدث الاقتصادي وطائفة من الأخبار الاقتصادية، ابقوا معنا.